نيجي بقى دلوقتي على مور كومبلكس سيركتس شويه. احنا اتكلمنا عن الادر خلاص والسبتراكتور وشفناه، اتكلمنا عن الانكريمنت سيركت وشفنا السيركت نفسها عامله ازاي، ومطلوب منكم ان انتوا تعملوا لي ديكريمنت سيركت زي ما شفنا. تعالى بقى نبدا نشوف مور كومبلكس سيركت شويه. اول كومبلكس سيركت هنشوفها معانا دايره المالتيبلاير. المالتيبلاير ممكن يبرفورم انسايند مالتيبليكيشن او سايند مالتيبليكيشن. الاول بره الباينري خالص، تعالى نشوف المالتيبليكيشن بتاع رقمين بيتكونوا من اكتر من ديجيت لما يضربوا في بعض هيطلع الاوبريشن نفسها ماشيه ازاي. فاحنا مثلا لو جبنا ورقه وقلم كده وقلنا ان احنا عايزين نضرب مثلا 25 في 13، او خلينا حتى في المثال اللي معانا ده 11 في 13. فهنلاقي ان احنا اللي اتعلمناه في الرياضه زمان ان احنا بنمسك الديجيت الاولاني ونضربه في الاثنين، 3 في 1 ب 3 و3 في 1 ب 3، فيطلع لك ان 3 في 11 بتساوي 33. وبعدين بننزل صفر هنا وبنشفت الرقم بتاعنا. ليه بنشفت الرقم بتاعنا؟ لان انت اكنك بتضرب ال 11 دي في ال 10، فانت اكنك بتضرب 10 في 11 ب 110، فانت بتحط الصفر لان انت اكنك شفت شمال، وكانت تبدا تضرب الواحد في 11 على طول فيطلع لك ب 11. وبعدين كنا بنجمع 3 زائد 0 ب 3، 3 و1 4، و1 و0 1، فيطلع لك الرقم بتاعك ب 143. نفس الطريقة بالظبط بتتم في الباينري. زي ما احنا شايفين هنا انا عايز اضرب 1001 في 1101، فانا كل اللي بعمله انا بمسك الديجيت الاولاني اللي هو 1 ده واضربه فيهم كلهم، فيطلع لك 1 في 1101، 1 في 1 ب1، 1 في 1 ب1، 1 في 0 ب0، 1 في 1 ب1، او سمبلي الديجيت بتاعي ب1 فبنزل الرقم بتاعي زي ما هو. لما بيكون الديجيت ب0 هنشفت مره زي ما عملنا هناك ونضرب الزيرو في الارقام كلها، ف0 في 1 ب0، 0 1 0، 0 في 1 في 0 ب0، و0 في 1 ب0، او سمبلي الديجيت بتاعي ب0 فبنزل صفار. بعد كده عايز اجيب الديجيت التالت بتاعي، فالديجيت التالت بتاعي بشفت له برضو مره كمان علشان ده كان يبقى اضرب في 100، فواحد في واحد بواحد، واحد في واحد بواحد، واحد في زيرو بزيرو، واحد في واحد بواحد. بعد كده بنزل بشفت الديجيت بتاعي واجيب الديجيت الاخير اللي هو الواحد واضربه في الرقم بتاعي فيطلع لك 1011. وبعد كده نجمع الواحد ينزل زي ما هو، 1 زائد 0 ب1، 0 زائد 0 زائد 1 ب1، 1 زائد 0 زائد 1 زائد 1 ب3، بعد لواحد ومعايا الواحد، 1 زائد 0 زائد 0 زائد 1 ب2 اللي هي 0 معايا الواحد، 1 زائد 1 زائد 0 ب2 اللي هي 0 معايا الواحد، 1 و1 ب2 اللي هي 0 معايا الواحد، في الواحد هينزل زي ما هو، وده هي ريزلت البرودكت بتاعنا اللي هي برضو 143. طيب ايه بقى الطريقه اللي الهاردوير هيعملها عشان ينفذ نفس الميكانيزم ده في انه يعملوا عملية كمبيوترايزيشن؟ قبل ما نشوف تعال الأول نفكر في الموضوع بشكل مختلف. هنلاقي إيه؟ هنلاقي إن أنت حرفيا كل اللي أنت بتعمله إن أنت بتضرب الديجيت بتاعنا مرة في الديجيت الأولاني مضروب في 2 أس 0 اللي هو الويت بتاعه فبينزل لك زي ما هو، ومرة في 0 في 2 أس 1 اللي هي الويت بتاع الزيرو فبيطلع لك كله بصفار، وبعدين بتضربه في 1 في 2 اس 1 اللي هو الويت بتاع الديجيت الثالث ده فيطلع لك الرقم زي ما هو بس متشفت شمال مرتين، اكنك بتشفت الرقم مرتين. وبعدين بيضربه في 1 في الديجيت بتاعنا بس الواحد ده مضروب في 2 اس 3 فاكنك مشفت الرقم 3 مرات. وبعد كده بتجمع. يعني اقدر اقول ببساطه ان الموضوع بالنسبه لنا هو ما هياش عمليه ضرب قد ما هي عمليه جمع وشفت وبس، جمع وشفت جمع وشفت جمع وشفت. وانت كل اللي انت بتعمله ان انت يا اما بتجمع بس يا اما يا اما بتشفت بس يا اما بتشفت وتجمع. يعني هنا مثلا انت شفت وجمعت، شفت بزيرو اللي هو الويت بتاع 2 اس 0 وجمعت الرقم بتاعك على انيشال فاليو مثلا بزيرو، هنا انت تعتبرش عملت حاجه، انت شفت بس عشان تبدا المره اللي جايه بدل ما تبدا من اول هنا هتبدا من اول هنا. هنا انت شفت وجمعت فانت جمعت الرقم بتاعك وبعدين رحت مشفت، هنا انت شفت وجمعت فانت جمعت وبعدين رحت مشفت، بعد كده طلعت الفاينل ريزلت بتاعتنا ديت.
دي هي الطريقة اللي الهاردوير شغال عليها. لو بصينا كده هنلاقي الهاردوير شغال ازاي. بص يا سيدي، دلوقتي انت هتروح تديفاين ثلاث حاجات، هتديفاين المالتيبلاير بتاعك، وهتديفاين المالتيبليكانت بتاعك اللي هو الرقم اللي بيتضرب، وبعدين هتديفاين الاديشن ريزلت. احنا بقى مش هنقعد نجمع او مش هنستنى لما المالتيبليكيشن يحصل وبعد كده نجمع ونخزن وبعدين المالتيبليكيشن يحصل نجمع ونخزن، احنا نعملها اول باول. ازاي؟ بص يا سيدي، احنا هنديفاين الام والكيو والاي، حيث الام ده المالتيبلاير اللي هو الرقم اللي كان فوق، والكيو اللي هو سوري الام ده المالتيبليكان اللي هو الرقم اللي تحت، والكيو اللي هو المالتيبلاير اللي هو الرقم اللي كان فوق، والاي اللي هي ريزلت الاديشن. وهنديفاين الاي دي بانيشال فاليو بتساوي 0 في الاول، ماشي. وبعدين هنبدا احنا نمسك البتايه بتاعه الكيو اللي عليها الدور، هي اول بيت اللي هي ليست سيجنيفيكانت بيت، وبناء عليها هنحدد اذا كنا احنا هنجمع ونشفت ولا هنشفت بس. لو البتايه دي كانت بواحد معناه ان انت محتاج تعمل الحاجتين، انت محتاج تجمع الام على الاي وبعدين تشفت الاي بعد عمليه الجمع، وتشفت الكيو كمان بعد عمليه الجمع، تمام. اما لو كانت الليست سيجنيفيكانت بيت بتاعه الكيو بزيرو، فانت مش محتاج تجمع لان الريزلت اللي طالع كده كده بزيرو، فانت محتاج بس انك تشفت. فهنلاقي ان احنا بناخد الليست سيجنيفيكانت بيت بتاعه الكيو وندخلها على الشيفت اند اد كنترول لوجيك، وبناء عليها بنروح نشغل الاد سيركت وبنشغل الشيفت سيركت، يا اما بنينيبل ان الاد والشيفت يشتغلوا سوا، او بنينيبل ان الشيفت بس هي اللي تشتغل لكن الاد ما تشتغلش. بناخد احنا بقى الام ونجمعه على الانيشال فاليو بتاعه الاي او اللاست فاليو بتاعه الاي، ونطلع الريزلت ونحطها از ا نيو فاليو جوه الاي. احنا بنحط كمان الكيو والاي مع بعض علشان في الاخر هما الاثنين سوا بعد عمليه الشيفت ما تتم يكونوا بيكونتينوا الريزلت. طب الريزلت اتحط في كام بيت؟ دايما عمليه المالتيبليكيشن بتحتاج، لو انت هتضرب رقم بان بيتس في رقم تاني بام بيتس، فانت بتحتاج الريزلت بتاعتك تكون موجوده في رقم بيساوي الان بلس الام. تعالوا نشوف انيشالي احنا خدنا الام ب 1011 والكيو ب 1101 والاي انيشالي ب 0، عشان احنا لما بنجمع اي حاجه على 0 تطلع زي ما هي، ماشي. فهنبدا ندخل الكيو دي على الشيفت اند اند لوجيك اند اد كنترول لوجيك بتاعتنا دي، اللي هتبص على اول بتايه في الكيو لقيتها بكام؟ لقيتها بواحد. اذا هتروح تشغل الاد وكمان هتشغل الشيفت. فهتشغل الاد الاول ان هي تجمع الام اللي هي 1001 اللي هو اللي هنا مع الانيشال فاليو او الاوست فاليو بتاعت الاي اللي هي كانت بزيرو، فهتطلع الريزلت وتحطها في الاي، فيطلع لك الريزلت بتاعت الاي ب 1011، ماشي. الكيو هتنزل زي ما هي والام زي ما هي، دي كده عمليه الاد. بعد كده عمليه الشيفت. ففي عمليه الشيفت البتايه دي خلاص ما بقتش محتاجه في الكيو، فهرميها وهدخل دي مكانها وهدخل دي مكانها وهدخل دي مكانها، وهدخل اول بتايه في الاي مكان اخر بتايه في الكيو، وبعدين دي مكانها وبعدين دي مكانها وبعد كده دي مكانها، بحط في الاول زيرو زي ما عملنا في الشيفت اوبريشن في الفيديو اللي فات. بعد كده هندخل اول بتايه في الكيو على الكنترول سيركت بتاعه الشيفت اند اد، فهنلاقي ان اول بتايه في الكيو كانت بزيرو، اذا احنا مش هنعمل اد، احنا هنعمل شيفت بس، وبالتالي هنرمي خلاص اول بتايه في الكيو مش محتاجها، وهننزل دي مكانها وهننزل دي مكانها وهننزل دي مكانها، وبعد كده هننزل الواحد ده مكان اخر بتايه في الكيو، وبعدين ننزل الزيرو مكانه، الواحد مكانه، الزيرو مكانه، ونحط في الاخر زيرو. وبعدين نمسك الليست سيجنيفيكانت بيت بتاعه الكيو وندخلها على الشيفت اند اد سيركت، فنلاقي ان الليست سيجنيفيكانت بيت بواحد، وده معناه ان احنا هنعمل شيفت واد، هنعمل الاد الاول وبالتالي هناد الام اللي هي 1011 على اللاست فاليو للاي اللي هي من اخر عمليه شيفت كانت 0010، فهنبدا نجمع 1 زائد 0 ب 1، 1 زائد 1 ب 0 ومعايا ال 1، 1 و 0 1 و 0 1 1 و 0 1. بعد كده نعمل عمليه الشيفت، فخلاص البتايه دي مش محتاجها في الكيو،
هنزل ال1 دي مكانها، هنزل ال1 دي مكانها، هنزل ال1 دي مكانها، هنزل ال1 بتاعت اول اللي بتالي عليها الدور في الاي مكان اخر بتاعي في الكيو، الزيرو مكانها، ال1 مكانها، ال1 مكانها، وزيرو في الاخر. طيب بعد كده هنبدا تاني نمسك الليست سيجنيفيكانت بيت بتاعت الكيو اللي كانت بواحد. ده معناه ان انا عايز اعمل اد وشيفت. هنعمل اد للواحد 0 0 1 0 1 1 مع اللاست فاليو للاي اللي هي 0 1 1 0، فهتطلع لي 1 و 0 1 1 و 1 0 ومعايا ال 1 1 سوري هو هنا 1 و 0 1 و 1 0 ومعايا ال 1 1 و 1 0 ومعايا ال 1. وبعد كده نعمل عملية الشيفت الأخيرة، فهنرمي أول بتاية في الكيو، هننزل دي مكانها دي مكانها دي مكانها، والبتاية بتاعت الـ A الأولى هتنزل مكان آخر بتاية في الكيو مكانها 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 لحد بتنزل في مكانها. هنعمل الكلام ده كم مرة؟ احنا عملنا الكلام ده مرة اتنين تلاتة أربعة، علشان السايز بتاع الكيو بيتس كان أربع مرات. ده ببساطة الهاردوير، أو ده الجوريزم من الجوريزمات اللي مستخدمة في الأديشن سيركت بتاعت الكمبيوتر من جوه. دي الفلو تشارت بتاعتها، ان هي دايما بتانيشالايز السي والاي بصفار، السي اللي هو الكاري، الام المالتيبليكان، والكيو اللي هو المالتيبلاير، والكاونت بيساوي الان، حيث ان ده هو النمبر اوف بيتس بتاعت الكيو. بعد كده يمسك الليست سيجنفيكانت بيت بتاعت الكيو اللي هي الكيو بيت نمبر 0، لو بتساوي واحد ساعتها هتجمع، وبعدين تعمل عملية شيفت وتطرح من الكيو واحد عشان تشوفه وصل لزيرو ولا لسه. لو ما بتساويش واحد هتشيفت بس، وبعدين تبدأ تشيك هي الكيو وصلت لزيرو، احنا خلاص خلصنا، خلصنا يبقى خلاص، لا لسه ما خلصناش، بعد الشيفت هتشيك على البيت رقم زيرو في الكيو تاني، وهكذا وهكذا وهكذا. ده مثال بسيط على الجوريزم من الجوريزمات المستخدمة في الانسايد مالتيبليكيشن. طيب ماذا لو كان الرقم بتاعي نيجاتيف؟ يعني انا عايز اضرب رقمين في بعض، واحد فيهم بوزيتيف وواحد فيهم نيجاتيف. تعال نطبق الالجوريزم اللي اتكلمنا عليه بتاع الويت، فلاقي ان مثلا لو انا عايز اضرب 9 في 3، 9 تبقى ب 1 0 0 1 وال 3 ب 0 0 1 1. لو الرقم ده اعتبرناه رقم انسايند، فلاقي ان 9 هو رقم بوزيتيف بالرغم ان اخر بتايه فيه بواحد بس، عشان هو الرقم نفسه انسايند، وبالتالي اخر بتايه مش داخله معايا لانها سايند بت، داخله معايا لانها داتا. فلاقي ان انا بضرب في واحد مضروب في 2 اس 0 اللي هو الويت بتاعه، فهنزلها زي ما هي، والباقي صفار. طب الباقي ده قد ايه؟ زي ما قلنا 4 بت و4 بت، فالتوتال ريزلت بتاعتي هي 8 بتات، وبالتالي بنزل الرقم بتاعي وبكمل الباقي صفار لحد ما اخلص الاربع بتات. الرقم التاسع ده هيتضرب في واحد تاني، بس المره دي في الويت بتاعه كام؟ الويت بتاعه هيكون 2 اس 1 علشان هو متشفت، عشان ده الويت بتاعه، عشان كده بيضرب في 100 لو بنشتغل بنظام ديسيمال. فنلاقي ان الواحد 0 0 1 نازله بس متشفته شمال مره، الاول 0 والباقي اصفار، وبعدين كده بنجمع في الاخر، ف1 زائد 0 1 0 زائد 1 1 0 زائد 0 0 1 زائد 0 1 0 زائد 1 1، وبعدين 0 0 0 بنزلهم زي ما هو. طيب ماذا لو كان الرقم بتاعي بدل ما هو كان بوزيتيف كان هو نيجاتيف؟ يعني اعمل حساب الساين بتاعتي، يعني انا الرقم بتاعي ده ما هوش 9، لا ده اخر ديجيت ب1، بمعنى ان الساين بتاعتي ب1، فالرقم بتاعي نيجاتيف، والرقم النيجاتيف ده نيجاتيف 7. هنتعامل معاه ازاي؟ هنلاقي ان الساين مالتيبلاير بدل ما يملى الباقي اصفار لو الرقم بتاعي نيجاتيف، لا ده بيحاول يحافظ على الاشاره، فبيملى الباقي وحايد، وبالتالي الواحد لما تتضرب في ناقص 7 يطلع لك ناقص 7 فعلا برضه. ليه؟ لان هو بينزلها زي ما هي 2 اس 0 بس بيكمل الباقي وحايد. لو جمعناها زي ما شفنا المره اللي فاتت لما كنا بنشير على الساين والانساين شيفت، هنلاقي ان هي مظبوطه. طيب الواحد اللي بعد منه برضه بياخد الناقص 7 بس بدل ما بعد ما بيشفتها شمال مره، فيطلع لك 0 في الاول وبعدين بيكمل الباقي وحايد، بعد كده بيجمع الكل على بعضه فبيطلع لك الرقم بناقص 21.